بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. روى الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الوضوء عن سويد بن النعمان رضي الله عنه أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كانوا بالصهباء، وهي أدنى خيبر، فصلى العصر ثم دعا بالأزواد، فلم يؤت إلا بالسويق فأمر به فثري، فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلنا، ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا، ثم صلى ولم يتوضأ. وعن ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عندها كتفا ثم صلى ولم يتوضأ. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فمضمض وقال إن له دسما. هذه الحديث أوردها الإمام البخاري في كتاب الوضوء، وبوب للحديثين السابقين حديث سويد ابن النعمان بقوله، وحديث ميمونة: باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ. والحديث الثاني حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، بوب له الإمام البخاري بقوله: هل يمضمض من اللبن؟ الحديث الأول سويد بن النعمان رضي الله عنه أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر. عام خيبر كان في السنة السابعة. هنا كما قلنا من دقة ملاحظة الإمام البخاري رحمه الله أنه حينما يأتي بالحديث يريد منه شيئا. السنة السابعة كان هذا طبعا يعني بعد كان في أواخر البعثة، لأنه كما قلنا في بداية البعثة أو في بداية الهجرة كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر أن يتوضأ مما مسته النار. فهنا في السنة السابعة للهجرة، فهذا شيء متأخر ينسخ الشيء المتقدم. فقال أنه خرج مع رسول الله عليه الصلاة والسلام عام خيبر حتى إذا كانوا بالصهباء. الصهباء هي ومكان قرب خيبر، وهي أدنى خيبر، يعني قريبة من منطقة خيبر. فصلى العصر ثم دعا بالأزواد. الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان قريب من خيبر صلى العصر ودعا بالأزواد. الأزواد جمع زاد، الزاد هي اللي بيكون مع الإنسان من زواده. فدعا بالأزواد فلم يؤت إلا بالسويق، يعني كل الناس اللي كانوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام معهم سويق، فجمعه النبي عليه الصلاة والسلام في مكان واحد. فأمر به فثري، أمر به يعني بهذا السويق، فثري يعني بل بالماء حتى يؤكل. فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلنا، ثم قام إلى المغرب، قام حتى يصلي المغرب، فمضمض ومضمضنا، ثم صلى ولم يتوضأ. فهذا الحديث في بعض الأمور: أولاً المضمضة من الأمور الدسمة التي يأكلها الإنسان، فهذا مستحب كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. لما الإنسان بده يأكل أي شيء وأراد أن يقوم إلى الصلاة، فمن السنة أن يمضمض حتى يخرج ما بين أسنانه وما في فمه. هذا واجب ولا سنة؟ طبعا هو سنة. ونحن كما قلنا قديما الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يسألون عن السنن ويتتبعون ما يفعله النبي عليه الصلاة والسلام حتى يفعلونه، يعني كيف يعملون. اليوم الناس بتسأل هذا سني ولا واجب، تقول له لا سني، بيقول له خلاص لكن حتى يتركه. فلا، الصحابي كانوا شو يعملوا؟ يقول هذا سنة حتى يفعله مش حتى يتركه. فلذلك قال: فمضمض ومضمضنا، يعني شاف الرسول عليه الصلاة والسلام عم يتمضمض فمضمضوا كذلك كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ثم صلى ولم يتوضأ. يعني الإنسان إذا أكل شيء يعني من السويق، هنا يبين
أن قضية بعض الطعام الذي كان يتوضأ منه سابقا، فهنا النبي عليه الصلاة والسلام بين فيه أنه يتمضمض الإنسان ولا يتوضأ. قال حديث ميمونة كذلك رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عندها كتفا، يعني أكل لحم كتف مشوي، ثم صلى ولم يتوضأ. كذلك هذا الحديث يبين ما ذكرناه سابقا أنه كان يتوضأ مما مسته النار، ثم جاء الإسلام، ثم جاء يعني بهذه الأحاديث ونسخت تلك الأحكام، فأصبح الإنسان إذا أكل لحما يتمضمض ولا يتوضأ، فقام صلى ولم يتوضأ، صلى ولم يتوضأ. هنا حديث عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا، يعني شرب حليب، فمضمض، تمضمض الرسول عليه الصلاة والسلام بعدما شرب الحليب. طب ليش حتى الحليب يتمضمض الإنسان منه؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن له دسما، يعني في دسم في الحليب، فلذلك المضمضة تخرج هذا الدسم، فالإنسان إذا جاء إلى الصلاة يأتي وفمه طاهرة، طاهرة يعني ما فيها شيء عالق، لا من الدسم ولا من اللحم ولا من الثريد. وهذه الأمور بينها الإمام البخاري حتى يبين أولا قضية المضمضة من الأمور التي يأكلها الإنسان خاصة الأشياء الدسمة، وكذلك ليبين لنا اتباع الصحابة رضي الله تعالى عنهم لرسول الله عليه الصلاة والسلام، بل شدة اتباعهم رضي الله تعالى عنهم لرسول الله عليه الصلاة والسلام. وفي أمر آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام كذلك، لأن كل أحكام الدين إخواننا تؤخذ من خلال هذه الأحاديث، ما في شيء والله ما معروف أنه هذا مثلا أنت تتوضأ لصلاة العصر، إجا صلاة المغرب، هل يجب عليك أن تتوضأ للمغرب؟ لا. طب نين جبناها نحن؟ هل يأخذها الإنسان هكذا؟ لا، في أحاديث بتبين لك كل هذه الأحكام. هنا النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث سويد قال فثري فأكل رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد ما صلى العصر، ثم دعا بالأزواد فلم يؤت إلا بالسويق فأمر به فثري فأكل رسول الله عليه الصلاة والسلام وأكلنا، ثم قام إلى المغرب، يعني بنفس الوضوء، فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ، يعني صلى وقتين بوضوء واحد. ومن هنا نأخذ أن الإنسان إذا توضأ يجوز له أن يصلي عدة أوقات ما زال على وضوئه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.